بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء. من جملة ما ورد في هذه السورة الكريمة إشارة المولى سبحانه وتعالى أن هؤلاء الملاعين عندهم تضارب بين ما يقولون وما يصنعون، وإحنا رينا في الأزمنة الحالية رينا كيفاش إخوانا المذبذبين في دينهم أو دينهم ضعيف كيف لعب بهم الكلب نتنياهو، بنيامين نتنياهو كيفاش لعب بهم، يخبرهم بكلمة معينة ويوعد ويخلف ثم بعد ذلك. وحنا رينا حتى في الأيام الأخيرة كيفاش اقتل بدات الدائرة تدور على بني إسرائيل اللي في أرض المقدسة المحتلة، معنا وعدوا على المسمع ونظر العالم السياسي العالمي، يعني قالوا مش نحق لكم كذا وكذا، وناروا مسبقا أن هؤلاء سينقلبون على أعودهم. وهذه من خصائص أهل الكتاب، ألا لعنة الله على أكثرهم لعنة قاضي عليهم ومذل لهم، ويعدهم الله بعذاب أليم بعد فضائح يضربون بها في حياة الدنيا. نعود إن شاء الله.